يا دكتور اعمل فيمتو ليزك ولا اعمل كاستمايزد او كاستم ليزك؟ ده سؤال بنتساله كتير جدا، وهو بصراحه السؤال ده احنا بنعتبره سؤال غلط. سؤال غلط ازاي؟ انا لما باجي اقارن بين حاجتين محتاج ان انا اوحد المقامات في الحاجتين، يعني اقارن تفاحه حمراء بتفاحه ايه خضراء، ما ينفعش اقارن تفاحه بموزه. كلمه فيمتو ليزك ده وصف للتكنيك اللي انا هستخدمه في رفع الفلاب او الطيه من القرنيه. احنا عمليه الليزك دي عباره عن ايه؟ احنا القرنيه بنرفع منها زي قشره او فلاب ليها سمك معين، بنرفعها وبعد كده بننزل الليزر يعدل شكل القرنيه، وبعد كده بنرجع الفلاب دي تاني مكانها. طيب هرفع الفلاب ازاي في الفيمتو ليزك؟ هرفعها باستخدام الفيمتو ليزر. الفيمتو ليزر هينزل يفصل طبقات القرنيه عن بعضها وارفع الفلاب وانزل الايه الليزر. طيب الكاستمايز ليزك ده ما بيوصفش تكنيك، بيوصف البروفايل بتاع الليزر اللي هينزل يعدل شكل القرنيه. كلمه كاستمايز ليزك ده بيوصف الليزر بروفايل اللي هيستخدم بصمه العين، وده يعتبر يعني زي بروفايل محبب جدا لينا في ايه، لانه بيعالج التشوهات البصريه بتاعت المريض، بيعالج الاستجماتيزم العالي، بينزل بالليزر على محور الاستجماتيزم بدقه عاليه جدا عشان بيستخدم تكنولوجي بصمه العين، وبالتالي بقدر ان انا ادي العين كواليتي للرؤيه عاليه جدا بعد العمليه. اذا انا ممكن ارفع الفلاب بالفيمتو ليزر واسمي العمليه فيمتو ليزك، وانزل الليزر اللي هو الكاستومايز واسمي العمليه كاستومايز ليزك، وادمج التكنيك الاثنين التو تكنيكس مع بعض واعمل حاجه اسمها فيمتو كاستومايز ليزك، يبقى انا اخترت العيان احسن اوبشن. يبقى احسن اوبشن ولا هو الفيمتو ليزك ولا هو الكاستومايز ليزك؟ احسن اوبشن هو ايه؟ الفيمتو كاستومايز ليزك. شكرا لكم.